بينة واضحة هي العمل على ارتقاء المشهد المسرحي في تونس. مدينة حمام نمف هذه المدينة اللي ترعرع فيها علي بن عياد وعديد المثقفين والفنانين والمسرحيين رجعوا لها الاعتبار. والله بالنسبة للدورة هذه بعد 4 سنين تسمى يعني لبس بها سواء معتها بالنسبة للحضور. أنا جيت كصحفية، جيت كمرافقة لبنتي، يعني كانت عندها مشاركة اليوم في الكوريغرافي اللي تعملت. هو تونسي، هذاك علاش حبينا نرجعوه بالتأثير هذا باش يخدم حاجه لبلاده. وهاكم شفتوا هذايا ماستر 4 ايام، معناها ماستر كلاس 4 ايام، يعني كان تعطيه اكثر وقت يعمل اكثر من هكا. ختامها مسك في مهرجان علي بن عياد في دورته 33 بمسرحية 11-14 لمعز قديري. كيفاش كان العرض؟ كيفاش كان الإقبال الجماهيري في الدورة 33 اللي عادت بعد 4 سنوات من الغياب؟ هو الاختتام تم قبل كل شيء بإنجاز الفني للورشة الكوميديا الموسيقية تأطير محمد الإدريسي اللي شفنا معناه هذا محمد الإدريسي التونسي القادم من الهونغ كونغ واللي الاختصاص متاعه كوميديا موسيقية. شفنا مع بعضنا كيفاش يعني صغار يغنيوا في المباشر ويشتحوا ويمثلوا في نفس الوقت. الحضور تفاجأ بهذه الطاقة وهذا الموهبة وهذا الإبداع. هذه هي الأهداف متاع المهرجان، هو أنه يقع تأطير للصغار والكبار في تجارب ابتكارات مهمة جدا نشوفوها في الاختتام. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية حبيناها تكون بعرض متميز، معناها شهادة المسرحين الكل لمعز القديري 14-11. وتوا حاليا نشوفوا النقاش عميق جدا في المسرحية هذه، محور النقاش اللي كان بعد كل مسرحية واللي أحدث عادة لدى المتفرجين يقعدوا يستنوا من أجل النقاش وفهم معاني العرض المقدم. أنا نعتقد أنه الاختتام متميز، اختتام خفيف، تم تكريم 4 متميزين في المجال التقني والمسرحي والإعلامي. خونا الفنان الكبير محمد منير العرقي تكريمه اليوم بدرع لعلي بن عياد، وهو الدرع معناها شرفي وكبير جدا. نفس الشيء بالنسبة للإعلامية المتميزة سماح قزلة اللي اختصت في البرامج اللي عندهم علاقة بالمسرح، والتقنيين حتى لا ننسى يعني كل من يعمل في الكواليس العروض المسرحية، التقني لحبيب جرمود والتقني فتحي بن عامر. نعتقد أنه النتيجة بينة واضحة هي العمل على ارتقاء المشهد المسرحي في تونس، وهذا معناها اللي سعى له علي بن عياد ورد اعتبار لهذا الشيء. ثم الهدف الثاني هو مدينة حمام نمف، هذه المدينة اللي ترعرع فيها علي بن عياد وعديد المثقفين والفنانين والمسرحيين رجعوا لها الاعتبار. فتحنا عديد الفضاءات من أجل تقريب السكان من العروض المسرحية. الحمد لله، هذا هو. والله بالنسبة للدورة هذه بعد 4 سنين تسمى يعني لبس بها سواء معتها بالنسبة للحضور
سواء بالنسبة لنوعية المسرحيات والأنشطة اللي رافقت معتها الأسبوع هذية من المهرجان. تم تنوع في المحتوى، تنوع في الأنشطة، تنوع في الـ في الـ في الـ في الـ الأذواق. كل واحد يجي يلقى الذوق اللي مطلوب، اللي يجي على خاطره. بين المسرحية الأولى اللي تعرضت وبين اليوم نهار الاختتام، نجم تقول لينا برشا أنواع متاع مسرحيات وبرشا أنواع متاع نقولوا احنا فن مسرحي. معناتها انا مانيش سبيسياليتي، ما عنديش اختصاص مسرحي، لكن لقيت روحي بصراحه. معناتها شويه ضحكه، شويه هكا نقولوا احنا شويه حزن، شويه ياس، شويه تفاؤل، يعني تشحن بمختلف الاحاسيس. لليوم المسرحيه اللي تفرجنا فيها 11-14 رجعتنا لصراع بين الوعي واللاوعي. انا جيت كصحفيه، جيت كمرافقه لبنتي، يعني كانت عندها مشاركه اليوم في الكوريغرافي اللي تعملت في معناتها بالتعاون بين لي سوليست نتاع مغرين وبين هنا مسرح بين الكونسرفاتوار نتاع حيم لانف. دونك جيت مني مرافقه، مني متابعه، مني صحفيه، معناتها خذيت من كل طرف. منك بنت حمام لانف ولا بنت حمام لانف؟ اي بنت حمام لانف، بنت حمام لانف اللي تعيش حاجات كيف تعيش المهرجان من نوع هذية، تحيا تحيا بالحق. المهرجان يعطي روح جديدة للمنطقة، وإن شاء الله الروح متاع الحياة هذية تتواصل بعد المهرجان هذا هو.